الأهلي، وكل التحية والشكر للزملاء الصحفيين والإعلاميين والمصورين اللي بيشاركونا النهاردة فعاليات هذا المؤتمر الصحفي المقام بمشيئة الله في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بصدور ألبوم النادي الأهلي. النهاردة بنحتفي ونحتفل مع حضراتكم بالنسخة الأولى من هذا الألبوم، وإن شاء الله بإذن الله سوف تتوالى النسخ لتحكي تاريخ طويل حافل بالبطولات والإنجازات والانتصارات على مدار أكثر من 112 سنة. خلينا نروح مع حضراتكم في بداية مؤتمرنا النهاردة ونستمع إلى كلمة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فليتفضل. السلام عليكم جميعا. بنحتفل بواحدة من بدايات تطوير العمل التسويقي في النادي الأهلي. الخطة اللي احنا وضعناها كمجلس إدارة من بداية الانتخابات لتنمية موارد النادي الأهلي ووضع النادي الأهلي في مصاف الأندية العالمية استغلالا لاسم وشعبية النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي واحد من أكبر 30 نادي على مستوى العالم من حيث الشعبية والجماهيرية بحسب مجلة فرانس فوتبول، المركز 22 من 30 وأكثر الأندية في العالم حصولا على البطولات. هدفنا بإذن الله إن احنا خلال الثمان سنين اللي جايين إن احنا نخش في أول 10 أندية على مستوى العالم من حيث الجماهيرية ومن حيث الشعبية. عشان ده يحصل محتاجين إن احنا يبقى عندنا مبادرات تسويقية كتير، محتاجين إن احنا يبقى عندنا شكل جمالي للنادي الأهلي وشكل تسويقي مختلف للنادي الأهلي، وده الحمد لله اللي قدرنا نبدأ فيه بفضل مجهودات إدارة التسويق اللي النهاردة بتعلن عن واحد من أوائل هذه المشاريع وهو ألبوم النادي الأهلي اللي هيبقى بإذن الله نقلة جديدة في السوق المصري وفي الشرق الأوسط وحاجة تضاهي الموجود في الأندية العالمية. نتمنى بإذن الله التوفيق ونتمنى أنه يلاقي قبول ورضا جماهير النادي الأهلي ويبقى يعني زي ما بيقولوا جسر ما بين الجمهور وما بين النادي الأهلي، وإن هم يقبلوا على الألبوم ويبقى في إقبال عليه ومبيعات جيدة بإذن الله. ونشكر الشركة المنفذة للألبوم على المجهود الكبير اللي هم عملوه في الفترة اللي فاتت، الأفكار والتنفيذ بتاعهم، وإن شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الكلمة الآن للأستاذ مصطفى أحمد صاحب شركة الحاصلة على حقوق ألبوم النادي الأهلي، فليتفضل. السلام عليكم جميعا. في البداية حابب أرحب بحضراتكم طبعا لحضور المؤتمر، وأستأذنكم أن أنا هبدأ إن شاء الله بتوجيه بعض رسائل الشكر في البداية طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي لثقته فينا، وطبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب إن هم ادونا الفرصة إن احنا نعمل حاجة ولو بسيطة لأمور النادي الأهلي. تاني حاجة الحقيقة حابب أشكر الإدارات المختلفة في النادي اللي ساعدونا ومحدش فيهم ادخر أي جهد عشان الألبوم يظهر بالصورة اللي حضراتكم هتشوفوها إن شاء الله. وحابب أخص بالذكر حقيقة إدارة التسويق على المجهود الحقيقة والتشجيع اللي احنا لمسناه من أول يوم احنا جينا هنا النادي وعرضنا الفكرة. والحقيقه كابتن امير توفيق ودكتور سعد شلبي قاموا بمجهود معانا الحقيقه يعني لا ينسى في هذا الصدد. طبعا حابب اوجه شكر للمركز الاعلامي في النادي الاهلي واخص بالذكر الاستاذ الفاضل جمال جبر على المحتوى اللي دهولنا الحقيقه اللي خلانا مع فريق التحرير ان احنا نبدع ونطلع احسن حاجه ممكنه اللي حضراتكم هتشوفوها باذن الله. طبعا حابب اتوجه بالشكر برضو لسيادة العميد محمد مرجان اللي الحقيقة في كل مشكلة كانت بتقابلنا أو كل تحدي أو عقبة كنا بنتوجه له، الحقيقة الراجل كان مشكورا بيساعدنا بكل سعادة يعني. أخيرا برضو حابب أشكر شركة بريزنتيشن، حابب أشكر الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد عمرو وهبي المدير التنفيذي للشركة على مساندتهم لنا وتسهيل كل العقبات والتنظيمات خلال المشروع. فكرة الألبوم الحقيقة نشأت إن احنا كنا عايزين نعمل حاجة لنادي الأهلي مختلفة، كان عندنا أفكار مختلفة لتقدمها لنادي الأهلي إلى أن استقر الرأي على عمل الألبوم الخاص بالنادي.
يمكن الأندية العالمية بتعمل ألبوم بصورة تقليدية نوعا ما، إن هو بيكون فيها اللعيبة الحاليين ونبذة عن كل لعيب وخلاص. إحنا الحقيقة بما إن إحنا بنتكلم عن النادي الأهلي، نادي من أعرق الأندية على مستوى العالم، فحبينا إن إحنا نتناول التاريخ بتاع النادي الأهلي بصورة مختلفة، بداية من نشأة النادي الأهلي وصولا للوقت اللي إحنا فيه. والحقيقة التعاون اللي إحنا لمسناه من إدارة التسويق أو المركز الإعلامي، الحقيقة كانوا بيطمعونا يوم بعد يوم إن إحنا نبدع ونطلع أحسن حاجة ممكنة لجماهير النادي الأهلي. وده يمكن إن شاء الله حضراتكم هتشوفوه في الألبوم، إن إحنا تناولنا تاريخ النادي الأهلي بصور مختلفة، بدءا من تأسيس النادي الأهلي، رموز النادي الأهلي، رؤساء النادي الأهلي، الأجيال الذهبية اللي في النادي الأهلي، بداية من أول فريق اتأسس سنة 1911 إلى وقتنا هذا، بالإضافة لأقسام تانية مختلفة ليها علاقة بالجمهور وليها علاقة بإنجازات النادي الأهلي المختلفة. في النهاية الحقيقة حابب أشكر فريق العمل اللي معانا، اللي تعب من تحرير ومن إدارة ومن تصميم عشان يطلعوا الكلام ده، اللي الحقيقة يعني اشتغلوا ليل نهار خلال الفترة اللي فاتت كلها علشان يطلعوا لحضراتكم حاجة تليق باسم النادي الأهلي. وحابب برضو أهني جماهير النادي الأهلي على الألبوم، إن هو أول إصدار، وزي ما تفضل الأستاذ محمد مشكورا، إن تاريخ النادي الأهلي مليء بالرموز ومليء بالنجوم اللي صعب إن احنا نختزلهم في موسم واحد، وبالتالي إن شاء الله المواسم اللي جاية هتكون مكملة ليه عشان نتناول تاريخ النادي الأهلي بصورة أكتر يعني فيها يعني أفكار مختلفة عن الفكرة دي. مرة تانية بشكر حضراتكم، وإن شاء الله الألبوم ينال رضا حضراتكم، وإن شاء الله هيكون متوفر خلال الأسبوع الجاي لكل بيت أهلاوي في مصر. شكرا جزيلا، ويا رب إن شاء الله الألبوم يكون. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ مصطفى أحمد. الكلمة الآن لسيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا برحب بالضيوف، ولازم قبل ما أبدأ كلمتي، الغرض من الألبوم زي ما احنا قلنا إزاي الأجيال اللي موجودة دلوقتي تقدر توصل وتتواصل مع رموز النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي. فقبل ما أبدأ أي كلمة لازم نحيي الرموز اللي النهاردة موجودة معانا، كابتن شطة، كابتن إبراهيم عبد الصمد، كابتن فتحي مبروك، كابتن أسامة عرابي، كابتن محمد حشيش، كابتن ضياء السيد، الكابتن عصام رياض، والكابتن هشام حنفي. طبعا النادي الأهلي مليء بالرموز ومليء بالنجوم يعني، لكن هم شرفونا النهاردة، وأكيد هو ده كان الغرض من الألبوم. عايز أوجه الشكر طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، زي ما الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة قال، وزي ما مصطفى قال، لو تتصوروا فرحة فريق العمل اللي كانت على يعني موجودة فيهم، والإحساس اللي هم حسوه اللي فعلا الألبوم ده هيبدأ يظهر. الفريق العمل ده اشتغل وبذل مجهود جامد جدا جدا، سواء الشركة المنفذة، وبشكر شركة برزنتيشن طبعا، وسواء إدارة التسويق اللي عندنا بقيادة يعني أخونا الصغير الشاب المتحرك دايما كابتن أمير توفيق، والدكتور سعد شلبي المستشار التسويق، بذلوا مجهود غير عادي بنسيق مع المركز الإعلامي أستاذ جمال جبر طبعا، عشان خاطر النهاردة نبقى واقفين وبنعلن عن أول ألبوم للنادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي دايما سباق، والنادي الأهلي دايما معودنا اللي هو دايما في خطوات دايما بنسبق بيها كل الأندية أو كل الوسط الرياضي، وهو ده دور النادي الأهلي. يمكن النادي الأهلي كان أول نادي يمتلك قناة على مستوى الشرق الأوسط للأندية كلها 2007. النهاردة النادي الأهلي أول نادي بيطلق ألبومه عشان خاطر يحافظ على تاريخه ويحافظ على رموزه إسواة بالأندية العالمية. برضو لازم أنا كإدارة تنفيذية هقول الفترة اللي فاتت الحمد لله النادي الأهلي برضو يعني كان سباق في مجموعة إنشاءات اتعملت على خلال الفروع اللي موجودة، منطقة الفود كورت اللي هي أعلى وعلى مستوى في مناطق الفود كورت المعمولة في الأندية، منطقة ترفيهية، أول نادي برضو أصبح عنده حمام سباحة الأمواج، ده مش موجود في الشرق الأوسط. فدايما النادي الأهلي سباق. اللي أنا عايز أقوله مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية وكل العاملين في النادي الأهلي بيشتغلوا في هدوء، بيشتغلوا في صمت، بيتحركوا لصالح النادي الأهلي، بيتحركوا لصالح بلدهم، بيتحركوا لصالح الرياضة المصرية بشكل عام. أتمنى التوفيق إن شاء الله بإذن الله. بشكر شركة برزنتيشن تاني الراعي والشريك الأساسي معانا في النادي الأهلي، وبتمنى دايما مزيد من التفوق الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. شكرا.
شكرا لسيادة العميد محمد مرجان. الكلمة الآن للأستاذ عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن، الشركة الراعية للنادي الأهلي، فليتفضل. مساء الخير عليكم. في البداية طبعا برحب بحضراتكم جوه النادي الأهلي، وبرحب بنفسي جوه النادي الأهلي. طبعا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي دي بكل الأعضاء والإدارة التنفيذية كاملة على الدعم اللي احنا بنشوفه دايما في الأمور التسويقية اللي هي بتسبب نجاح لكل المنظومة، سواء عندنا سواء لأي راعي بنبتدي ان احنا نشتغل معاه بيبقى فيه تعاون كامل. طبعا انا بشكرهم جميعا. ولكن بالنسبة للألبوم، يمكن ما لفت نظري انا شخصيا في هذا الامر هي حاجة واحدة، هو التوثيق. احنا للأسف الشديد في مصر يعني في حاجات كتيرة جدا غير موثقة، نجوم كتيرة جدا يمكن عدوا ومروا كان ليهم تأثير بس الناس ما تفتكرهمش، أو الأجيال الحالية ما تفتكرهمش. يمكن هحكي قصة صغيرة كده مع كابتن إبراهيم عبد الصمد. أنا رجل زملكاوي، يمكن عرفت كابتن إبراهيم عبد الصمد، أنا آسف، من مجلة سمير. مجلة سمير زمان كان بتعمل على ظهر المجلة نفسها صور للعيبة بتاعت النادي الأهلي ولعيبة مصر كلها. أما كان بيتزاع ماتش في التوقيت بتاع بدايات السبعينات كنا عارفين نجومنا، مع إن ما كانش فيه وسائل الاتصال أو الإعلام بالصورة كبيرة جدا، ولكن أصبح ارتبط نجوم ورموز كتيرة جدا سواء في النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو كل الأندية المصرية. أنا نشأت على هذا الأمر، عرفنا نجومنا. أنا بتمنى من الشركة المنفذة أن قصة التوثيق دي للأجيال الجديدة لازم تكون موجودة بصورة أو بأخرى. طبعا أكيد هيبقى ليها العوائد المعنوية والعوائد المالية للكل. مرة تانية بشكر حضراتكم على الحضور، وبشكر الشركة المنفذة، وبشكر أخيرا وليس آخرا الإدارة التنفيذية وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب. أشكركم جميعا. كل الشكر للأستاذ عمرو وهبي. تاريخ مبادئ تطوير هو الشعار اللي رفعه مجلس إدارة النادي الأهلي، والنهاردة خطوة فعلية من خطوات التطوير ومواكبة كل ما هو جديد على مستوى العالم ليبقى النادي الأهلي في مصاف الأندية العالمية. بالتأكيد نسخة أولى مش هتكون كافية لسرد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والبطولات والانتصارات، لكن نأمل في النسخ التالية زي ما وعدت الشركة المنفذة أن تحكي على الأقل جزء كبير جدا من تاريخ حافل للنادي الأهلي ورموزه وجماهيره وإداراته المختلفة. الألبوم إن شاء الله هيبقى عبارة عن زي مجلة مصورة بتحكي قصة النادي الأهلي منذ نشأته إلى وقتنا الحالي، طبعا بزوايا مختلفة. هيكون المنتج النهائي عبارة عن مجلة اللي هي الألبوم نفسه، وهيكون في أماكن لصور في الأقسام المختلفة، وهيكون ملحق به بعض الباكتس اللي فيها الاستيكرات اللي الجمهور هيكون فيه. هذه جزء التفاعل الحقيقة اللي هيكون في الجمهور ان هو يشتري الباكتس عشان يقدر يكون المجلة بصورة كاملة بحيث تكتمل عنده قصة بتاعت النادي يعني من الزاوية اللي احنا بنتابعها. استاذ احمد خالد تفضل. استاذ مصطفى، سعر الالبوم واماكن توزيعه وكيفيه الحصول عليه لجمهور النادي الاهلي. سعر الالبوم احنا طبعا راعينا في الاسعار ان شاء الله ان هي تكون في متناول جميع فئات جمهور النادي الاهلي. سعر الالبوم هيكون 35 جنيه، الباكت هيكون ب 5 جنيه، هيكون ان شاء الله متوفر تلاقي ان شاء الله من نص الاسبوع الجاي في محافظات الجمهوريه كلها تباعا. هيكون متواجد في المكتبات، السوبر ماركت، الكونفينينس ستورز، هيكون متواجد في بعض الاكشاك المتخصصه في بيع هذه النوعيه من الكتب والمجلات. هل في محلات رياضيه تم الاتفاق معها على توزيع الالبوم؟ بالتاكيد في بعض المحلات الرياضيه اللي تم فعلا معها، وهنعلن عن الكلام ده كله تباعا عن كل نقاط البيع ان شاء الله. استاذ ايمن اتفضل. كامل الألبوم ده فيه جوائز أو فيه حاجة ولا هو بس بيكمل؟ إيه تفاصيل التاريخ؟
والله هو الالبوم اللي هيشتريه ان شاء الله هيحقق الاثنين، هيحتفظ بتاريخ النادي الاهلي بصوره ان شاء الله تكون شيقه ويكون فيها تفاعل بينه وبين الجمهور، بالاضافه ان احنا عاملين جوائز طبعا كبيره جدا هنعلن عليها ان شاء الله مع نزول الالبوم للسوق. في جوائز منها تكون اسبوعيه وجوائز قيمه جدا يعني، وفي جوائز في اخر الموسم ان شاء الله اللي هيكمل الالبوم كله من ضمنها رحلات اوروبيه وبعض الحاجات القيمه الاخرى، فدي هتكون فيها جزئيه فيها تفاعل كبير جدا بالنسبه لنا. فان شاء الله اللي هيقتني الالبوم وهيكمله هيكون حقق الهدفين، ان هو يكون عنده زي مرجع او حاجه لتوثيق تاريخ النادي الاهلي، بالتالي كل بيت اهلاوي هيكون حابب يكون عنده حاجه زي كده بالاضافه للجوائز الماديه الاخرى. اتفضل يا كابتن. اتمنى ان يكون الالبوم ده زي انسايكلوبيديا كده، زي الحاجات اللي بتتكرر، صور مع انسايكلوبيديا، زي مثلا اللي كان في انسايكلوبيديا الحاجات دي بتقرا فيها كل ما يحدث في السينما العالميه، اتمنى تكون حاجه كده شبيهه. هي حاجة كابتن شطة شبيهة بحاجة زي كده، بس يمكن حضرتك عارف ان طبيعة الالبومات هو مش كتاب، بس احنا حاطين في كل قسم نبذة عن القسم اللي احنا بنتكلم فيه، يعني لما بنيجي نتكلم عن نشأة النادي الاهلي حاطين بعض الباراجرافز اللي بتتكلم او بتدي فكرة عن نشأة النادي، لما بنيجي نتكلم عن الاجيال المختلفة في النادي زي كده حضرتك بتاع السبعينات جيل التلامذة طبعا اللي حقق انجازات كبيرة جدا، برضه كاتبين نبذة عنه وعمل ايه، او سواء جيل الثمانينات او التسعينات او الستينات، يعني بنوعد الناس ان شاء الله ان هي هتشوف معلومات لاول مره تشوفها وفعلا هتتعرف على تاريخ ورموز النادي الاهلي اللي زي ما الاخوه تفضلوا قالوا اللي يمكن ما خدوش حقهم فعلا في الذكر يعني. لا هو يمكن مش سي دي، هو الموضوع مش هيبقى سي دي، احنا فعلا عاملين زي سلسله فيديوهات بس مش هتبقى للاطفال بس، يعني هتكون للاعمار السنيه المختلفه، هتكون مرتبطه باقسام الالبوم المختلفه، سواء واحنا بنتكلم عن تاريخ النادي عاملين فيديوهات صغيره جدا بتتكلم عن تاريخ النادي ونشأته باسلوب شيق وجديد بحيث ان الناس تكون حابه ان هي تشوف حاجه زي كده، نفس الحاجه لما احنا بنتكلم عن الرموز واحنا بنتكلم عن الاقسام المختلفه، فدي هتكون اوريدي موجوده ان شاء الله على الصفحه بتاعتنا باذن الله. الشكر كل الشكر لكل من ساهم في هذا العمل المتميز اللي بيليق بالنادي الاهلي وتاريخه وبطولاته وانجازاته وجماهيره. كل الشكر لحضراتكم على تلبية الدعوة ومشاركتنا في هذا الحدث، كل الشكر للسادة الحضور، ونلتقي بمشيئة الله في مؤتمرات صحفية أخرى إن شاء الله، شكرا لكم. والله أنا حبيبي استفسرت بس حتة صغيرة، إن الصورة لوحدها لا تتحدث ولا تتكلم، الصورة بتدي انطباع من هو هذا الشخص، الرد بقى لازم يكون في شكل عبارة عن ناريشن حتى كده تتكتب، مثلا كابتن صالح سليم كذا 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 كذا، خمس ستة اسطر زي الانسايكلوبيديا، عشان بعد 30 40 50 سنه اللي يقرا تاريخ النادي الاهلي يعرف الامور مفسره، لكن الصوره لوحدها مش هتعمل حاجه. في ناس كتير قوي قبل كده عملوا صور، كل يعني كل سنه، انا جيلي مثلا في السبعينات كان في حد بيعمل صور والبومات وكده، بس هي ما تكفيش، تسلسل الاحداث التاريخ اتكتب مع شويه كلام مكتوب حتى على صفحات اخرى لازم على نفس الصوره، لكن لازم يكون كمان الالبوم كبير حجمه لا يقل عن مثلا 30 سنتي او 40 سنتي في 30 سنتي، حاجه كده تكون فوليوم، تبقى حاجه جميله، اتمنى ذلك ليه؟ لانه احنا عندنا كل الصور، عندنا كل حاجه موجوده، وممكن تتحط على الالبوم بشكل او باخر، لكن لازم يكون التاريخ يسرد عن طريق الاحداث من سنه 1907 الى ان يخرج الالبوم، واتمنى انه يكون الشغل ده يحكي تاريخ النادي الاهلي بشكل متميز. هي الحقيقه الفكره نشات زي ما كنا بنقول ان احنا كنا عايزين نعمل حاجه للنادي الاهلي، البوم لاول مره يتعمل في تاريخ النادي الاهلي، الفكره ابتدت كالانديه الاخرى او العالميه، لان دي اول مره تتعمل يمكن في الشرق الاوسط كله واقليميا، اللي هو صور تقليديه للاعيبه الحاليين للنادي. الحقيقه التعاون اللي احنا لقيناه من النادي الاهلي من اداره التسويق او المركز الاعلامي ساعدونا كفريق اعداد وفريق تحرير ان احنا نقدر نبلور المحتوى اللي جانا، ان احنا نطلع حاجه بابعاد مختلفه تتناول تاريخ النادي الاهلي من زوايا اخرى، زي مثلا اللي هو السكشن الكبير اللي عندنا اللي هو الاجيال الذهبيه اللي بتناول مسيره الفرق الكرويه في النادي الاهلي في العقود المختلفه، طبعا بنتكلم عن تاسيس النادي الاهلي وقصه نشاته، بنتكلم عن الرموز اللي خدمت النادي الاهلي الحقيقه وضحت من اجله، وطبعا في بعض الاقسام الاخرى داخل الالبوم اللي ان شاء الله واثقين ان الجمهور هيحبها، خاصه بجمهور النادي الاهلي، خاصه بجائزه نادي القرن، خاصه بالزي النادي الاهلي، يمكن الناس لاول مره هتشوف اول زي النادي الاهلي لبسه كان ايه، عاملين سيكشن كامل لكل الجيرسي او الزي النادي الاهلي لبسه من اول زي الى وقتنا الحالي، فدي من ضمن الحاجات اللي ان شاء الله هتنال رضا الجمهور باذن الله. احنا خلاص دلوقتي يعني تقدر تقول حضرتك ان احنا في الطباعه ان شاء الله، على اول اسبوع جاي هكون الطباعة
4 باذن الله انتهت ونقدر نخش في موضوع التوزيع، وبنوعد ان شاء الله جماهير النادي الاهلي ان الالبوم هيكون متوفر في كل مكان، وقدامنا الموسم الكروي بالكامل ان شاء الله فرصه ليهم ان هم يقتنوا الالبوم ويقتنوا الاستيكرز ويكونوا ان شاء الله معنا حد من الفائزين بالجوائز الكبرى او الجوائز الاسبوعيه ان شاء الله على مدار الموسم. الحمد لله. طبعا اولا ببارك لجمهور النادي الاهلي، ببارك لاعضاء الجمعيه العموميه، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. طبعا انت عارف يعني كابتن محمود من الناس اللي بتحب تحافظ على تاريخ النادي الاهلي، تحافظ على تراث النادي الاهلي. الفكره لما اتعرضت عليه ازاي يبقى في توثيق لنجوم ورموز النادي الاهلي، طبعا هو وافق، بس كان عنده شرط مهم جدا جدا، يبقى في دقه، في دقه في المعلومه اللي هتتقال، في دقه في توثيق البطولات اللي هتكون موجوده في الالبوم. بقدر الامكان الفريق العمل يحاول ما يبقاش ينسى حد رموز النادي الاهلي اللي خدموا النادي الاهلي كتير جدا. عشان كده يمكن استاذ جمال جبر نوه لهذا الكلام اللي احنا النهارده دي النسخه الاولى، اكيد هيبقى في الفتره اللي جايه تطوير. النهارده شفنا مجموعه من الرموز اللي هم لبوا دعوتنا، ودي حاجه جميله جدا جدا. كابتن فتحي مبروك، كابتن عبد الصمد، كابتن ضياء السيد، ده الاساس اللي ولاد النادي الاهلي القدامى ازاي يبقوا موجودين عشان الولد الصغير والاجيال الصغيره تشوفهم يبقى هم دول قدوه بالنسبه لهم في سلوكياتهم، في ادبهم، في اخلاقهم، في هدوءهم، في التعامل، في حبهم لناديهم، في حبهم لوطنهم. ازاي النهارده هو بيشتغل في صمت، ازاي النهارده ما بيخرجش عن النص، هو ده الغرض الاساسي. ازاي تعلم ولادك النهارده الصغيرين اخلاق ومبادئ النادي الاهلي. الوقت بالنسبه لكم قليل، ولكن احنا بقى لنا فتره طويله فريق العمل شغال في الموضوع ده، سواء اداره التسويق، وانا قلتها بصراحه يعني تحت قياده امير توفيق الشاب المخلص اللي يعني بيتحرك في كل مجال، ربنا يوفقه، ومعاه مجموعه شبابيه جدا، وهو ده اللي الكابتن محمود الخطيب مركز عليه دايما، ازاي يدي دعم للشباب، ازاي يدي دعم للاجيال الجديده، لان هو خلاص بقى في فكر النهارده متطور، هو معاه مجموعه محترفه جدا، مش عايز اقول اسم عشان ما انساش، ولكن مجموعه يعني مستوى راقي جدا، معاهم دكتور سعد شلبي طبعا المستشار التسويقي بيرعى هذا الموضوع بشكل علمي محترف. وفي نفس الوقت طبعا يعني ما اقدرش انكر الدور اللي عمله المركز الاعلامي والمجهود اللي عملوه استاذ جمال جبر بفريق العمل بتاعه، برضه هو ده النادي الاهلي، فريق عمل بيشتغل. فعشان كده انت حاسس اللي هي وقت قليل، لا ده وقت طويل جدا وكان مجهود، ولكن ابتدى يظهر في خلال الشهرين او الثلاثه اللي فاتوا فقط لا غير، لكن ده بيتعدله بقاله اكتر من 6 شهور او 7 شهور، والفكره باديه من سنه عشان تظهر النهارده بالشكل ده. لا ده مجهود كبير جدا، يعني يمكن يتقال لي يعني لفظ انا مش عايز اقوله، مريهان طبعا دي يعني اختنا وعزيزه علينا جدا، قالت لي انا فرحانه بالالبوم زي يوم فرحي، يعني فرح الالبوم ظهر على ودي حاجه فعلا تسعدك من جوه. انا واحد من الناس النهارده انا بتشرف وبفتخر النهارده ان انا موجود في النادي الاهلي في هذا المكان، في مكاني كبوزيشن كمدير النادي، يعني في الوقت اللي فيه افتتاحات بتحصل على مستوى انشاءات الناس كلها بتشيد بيها، النهارده بتعمل حاجه جديده البوم النادي الاهلي. يمكن في اجيال قبليه يمكن كان ليها الشرف اللي هي حضرت طبعا كمدير تنفيذي كابتن محرم في افتتاح قناه الاهلي، ده كان حدث جميل جدا. النهارده انا بتشرف ان انا موجود النهارده اول البوم بيصدر على مستوى انديه الشرق الاوسط. النهارده انا هتشرف ان انا موجود في اول نادي عنده حمام سباحه امواج، هتشرف ان انا موجود في اول نادي عنده الفوت كورت على اعلى مستوى. الشيخ زايد النهارده انت داخل برضه في مرحله ثانيه خالص، مجموعه ملاعب، مجمع سكواش، مجمع كاراتيه، مبنى اجتماعي، مسجد يسع 1300 مصلي رجال وسيدات. فانت في حاجات نتمنى ان شاء الله باذن الله اللي احنا يعني المراحل دي بتنتهي واحنا موجودين، دي حاجه سعيده جدا، ولو ما فيش نصيب اللي بعدين هيجي ان شاء الله هيكملها، وهو ده النادي الاهلي. عشان كده احنا بنقول لأعضاء الجمعية العمومية، بنقول لجماهير النادي الأهلي، مجلس إدارتك بقيادة تحت كابتن محمود الخطيب بيعمل في هدوء، بيعمل في صمت، كل المهاترات اللي بتحصل ما بتأثرش الحمد لله رب العالمين، ولكن في نقد بناء احنا بناخده وبنتعامل عليه وبنتحرك ايه في ساعتها على طول، في نقد بيبقى عدى حدود النقد، بيبقى قلة أدب، دخلنا في قلة أدب، ده أنت بتشوف وأنت مهما عملت ده بتبقى يعني مرض. ولكن النهارده احنا بنشتكي واحده واحده واحد من اول كابتن محمود الرئيس المجلس لغايه اصغر عامل، هتلاقي فريق. ويمكن اللي بيسعدك لما بتسمع من اي حد منظم او اي حد بيجي يتعامل مع النادي الاهلي بيقول لك احنا بنشكر روح الفريق، وهو ده روح الفريق، وهي دي روح الفانيله الحمراء اللي انت بتعلمها لاولادك اللي موجود، محدش بيشتغل لوحده، كل الناس مجموعه بتكمل بعضيها، هو ده بقى اللي بيظهر في الاخر النجاح اللي احنا فيه.